لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى مقارنة أيا وحنكو سمعين الناس بربردك هدي الله إدمو سيدو ولالك الشيغي قف بارية يقف عاقة كتبت إليك يا أمي نشيدا في المدن صربا أعبر فيه يا أمي عن الدمع الذي سكبا عن القلب الذي اضطربا عن الدمع الذي سكبا عن القلب الذي اضطربا عن الفكر الذي شردا عن الأحزان في الصدر عن الأفراح في القبر فمنذ رحلت يا أمي وحزني آه من حزني يطاردني يحاصرني فتفضح عبرة العين على الشباك يا أمي وقفت بذل ذكراك دعوت الله يا أمي ليجمعنا بميعادي هناك بصحبة الهادي هناك سينجلي همي ويسعد قلبي الباكي وحتى ذاك يا أمي يمينا لست أنساك قبل أن إن شاء الله تعالى محاضرة إنك بالله بينا قف هو يدي دمتي أيا قبل تريي وحنا عبر يا وفها يا بار إنما يسقي هو يدي ولا حيسا وحنكو قري هو كلمات كان أذيقا وكلمات إن شاء الله تعالى إنتي دنيا جرت جراية وحن كو عبريا جعيل كان كو قبو وحن عبريا قلبك مركت أي كم وقته وحن عبريا فكرة كالتقي سوقف كان كو سجناني من وحن عبريا مركت لابت حنبار سنتهي وحن عبريا فرحدة قبرك عاد كو هيسته لقد بلابو حليات جيريوتي وحزني آهن من حزني مروكتي مرمانين وحامر والبسو ويرري يا قفكاس وحلي راه مروكتي بسو ويرري وحانا فضي حضين او شيغي سيني مروكا هيسو اندها او اللين ايكا ايمان ايسو وحان تاقنا هاي هويو حليقي يقو كادن بي يميشيان جوغي دعوت الله يا أمي ليجمعنا بميعادي الله سبحانه وتعالى بانكو بريا إلهي إنو نو كل ميو جندا هويو ينكا يددك دالي ودن إلهي سبحانه وتعالى جندا وكو كل ميو جماعة الرسولك إيا شهادة إيا صالحين تا صحبة وضا إنكو لجرنا وحو قلبيه سعادية اللي بان هلي لها حلقاس هدي تالاركو وحتى ذاك يا أمي يمينا لست أنساكي بلانت وحاوهي إنه يباري الله نقضو أن مرنا أنا كن قنن عاص إن شاء الله تعالى محان هو يكو هديينا يا حبا تغلغل في وجد وعمق جعلت ربضا أو كجر قلبك قده إيسا هو يد إلهي سبحانه وتعالى أو دورتي إنه إنك هو ينون نقطو تاسو سو جيد جرته هبين والبا سي أذيك أي كورا لقليسو أو أذيك هرداء دوهشو هدية اللائقة أم هو يو عنان تنميه لكرنو ددكو مركي وحدك إيسانيان وحال ودك إيستادكها لكن هو يهدينا لها الله سوى حنكو دقي سنينا جركا نوردن بعد دقي سنية لا أملك سوى قلب بسيط ما أود نوحك إلا قلبي فضود أو حنبارسا هو يعرفان يواناك تربضا أو حنبارسا أهديك إليك يا أمي أمي الغالية هو يوينك النول إلهي سبحانه وتعالى ها حفظيو هو يوين كردنتين إلهي سبحانه وتعالى جنديسي هسي وهجلي ورحم الله من توفي منهم اللهم آمين
أحلى القصائد أكتبها وأحكيها، أحلى الهدايا لعين الأم أهديها. هدية دووناك سن أيان هويو هديينينا يويدي هويو إنده هيو إني كقوين أو كبمادين اللي انتي كوب اللابتي حلي قياد قيريوتي. أين الطعام أو عنطدي مركان قاجون أدنى سينجرتي هويو، أو عبتانكي أدنى سينجرتي مركان أون هويو، أو عانيه أدنى سينجرتي هويو مركان باهنو. واليوم آهن هذا البعد شيبني، وكيف لا وأنا في العمر مقتبل. أنت الربيع وحتاي هويو وحو البو وناكسن أياتهاي خاطرة وحوية ولا ليا القف والبا وين الضري محل وغفر حد بني يهي مركاد هويو كفور رسطوت ربطينات شمسو أو إلا انتادو أي لابتادو كل عضو أود كاركتين دهيدو إن الرالي كايهين. أشعر باكتمال رجولتي حلقا سيهو حان دريمينا ضد ما ضيضو إن الرمى استرانتهي بين يديك كبرت هو يأذيك قعمها غيهور تادان كسو وينان نيا بربارين تادا وحان كسو جرني قلبك غي دير رنابان كسو جرني وحان كسو جرني ربطادي وناك سنيد بادن وهين جرتي وحان كسو بربارني حنانك هو يوحى إن السيني سايان كسو بربارني. أحبتي بالإسلام انت صواه إهداء أما هدية هو يلو إلينا يكذب وحن قد قلينا اسبر بردقنا كسامي إن شاء الله قف باري قف عاقة وحاجري أثر صحيح شيخ الألبانينا وصحيحي عن العوام من حوشب لقوري يوليه مال مال ما كمد أيا وحان إمد مقاله مقاله دي مركان إمد وحان أركي قبري مركي تاي قلبتي قلب والب قبري قاسي واكل الدلاع يا وحاك صباح يا قف مدحي سؤية مدح دميرها أوكله تركي سينت كلنا قف بن آدم أوكله ويهي صدح جير أيو سيد دميرها وعيا كدبنا وحو كل عبنا يا قبري قيسي وحان ويدي بوري قبر ميش فردي وحي وطيري قفك دا دا هو يدا هل كافر دا موجه دا يدا ورئيسو يدا ويل كارد الشي وحانو تغيبور هو يدي وحان اللي هو يساو حجرا محوها قفكاني وحي تري إنه ولدي وويل كيغي وحي تري مالنتي وسيحن جري مالنتي أوردان قلبتي مركي تايبو لبسن جري وحو آذي جري خمرض وآذو عبي جري إنو سو إبسد أيو أبحي جري وحان أورن جري يا ولدي إلى متى تشرب الخمر ويل كيجي وإلى قور ما أياد وضي دونتا عبتانك خمرضا وحو يدي وجوابي جري أنت تنهقين كما ينهق الحمار أدوغ وحاد أقيل ساسد الدميرو أي أقيليان مالين با وحو قيريو دي حل قلبه وحونا قبر قال لقليي الله وحو قدري سبحانه وتعالى قلب كستينو صوبحو إصو مدحي سمدح دمير ويقي هاي تركي سكالنا قف بن آدم ويقي هاي صدح جير رسيد دميرها وقيليو كدبنا وكلابتو قبر قيسي. أحبتي في الإسلام عقوبة والدك والله أركا وين سودك دكتا هبارك هو يوا سودك دكا أو مداهو سيد الرسول كبير صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. حديث الشيخ الألباني في الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد هي صحيح ترغيب وترهيب يا غير كبا وكصحيحية مجر الدنب قفك بن آدم كاسد اللو قصو ددجي عقوبة دي سادونك لمدأه وحل إله ذو قرابة قويسك إيهو إيهو الله ونقضو عاقل ونقضو
قصدا ولا ليا القفك عاقة وحن كصمينا إنا بربردق إنا كصمينا بلدد بارين إنا أرقنا وحاجرين نكمل هادد كي سلفك وأهانين أدي أدو ونكسن كامس بن الحسن الحنفي البصري قال عنه الإمام الذهبي من الثقات إمام الذهبي مركو كشيكين يوحي رددك الثقات كي ووين بكجري وحو هانين ويدي بار روا محا دعي ولا ليال مال مال مها كمدا وحا دعي إن أو أركي وحليل هذا أقرب أما دبق الله كدبنا وحو دمعين ودلو دبق الله إوا كعرري وقضن واي قدبو كجلي قد كيبو قعنت كدبق لي دبق الله إبا قنيني وحال لو يري محاد سيدا وصمي سيقولي لا حد يسمى البو قلاي محاد سيقدين ويدي محوكو جوابي ولا ليال وحيري وحان كبقي إنو أقرب كان دبق الله عصوبحه أو إنتا وايوه هو يدي وقنينه تاسا وحي سهلناتي سينو هو يدي وبدباده إنو يسوو قعنتي صوره أو قعنتي سوو قنينو كوغ هذا ميشو كجره هل كان كو إلاليو قعنتا كوها يعاود أحبتي في الإسلام تدكي سلف كسيدا سيهايين تدو حياهايين والد كبار رواه تدو حياهايين جنة إلهي كرادين تدو حياهايين نار الله كغفغان بلا نارقنو لبويلو ولا لا أو لبضو بايه يدود بار رويهين أو أي اسكوهيستان قضية إيا أمور أرين با اسكوهيستان إلا أرين تا محكمة دالله صرف إيا الله كينو محاضر ملايين اسكو هايستان لبدا ويل وحي اسكو هايان قفكي هو يدا غعنتا كو قبن لها او اسو رعايين لها او غوريغيسا اي جوغي لهي وحا هو يدا هي ماركي هور نين ليرادا حيزان نينكاس وحا دحداي وخ بدن بو هو يدي غعنتا كو هاي بارينا ووها ماركي او ويناداي او دادي سؤال ويناتي خيرنا ملاحين اي دوق اساقي النقضي هو يناد قران كرتوين اي كسي وينتاي وحبلا ايا وحا يمن ورالكي او كير او اساقو خير له وحو كقبصلي هو يدي وحو نيري عدو مانتا واد ويناتي اديقا دأه هو يانيقا قعانتا كقبان ايا انيقا نرعايين ايا انيقا فرها ايقا قاد حيزان وحيري أنيقا قعنتا كوهين يكودي بما يهوي أرنتي بيسكو قبصدين محكمة دا اللي سلسو هذا محكمة دا مركي اللي يمد هويو دا ديد ووينتا هلب كيدي وارد ماضي شر كيدي ويراضي حديد دهيدي ويصولابتين وزن كذا يميزان كذا دن وحو نقضي لباتن كيلو إيغو الله بضوذي هو يو كرتون كوضة وإنتي ميل ساوغو ديان كسو قاضي أي محكمة دي كينين ودود بحال كي نحمرت وحالة ورصدي هو يدي با لويديو لدي لبدا دوي الكيل ودي با وعيتر هذا حيزان هو عيني كاسي وإشايدي ويل كان كلانا وإشايدي كالي وحي عبرت اللبضة بيني جعشها اللبضة بنا بارويهين محكمة دي وحا قصب كن نقضينا أرنتي حكمته وحا الله حكمي ويل كيرا أو رير كلها أو أوودي كري إنه يلا عاويه أو رير كلنا أوشقيان بالله عليكم walaalkii xayzaan muxuu sameeyay goobtii buu ohin qabsaday sida ilmaha yari uu ooyaan buu maxkamadda ugu ooyay famaada tara muxuu ku khasaaray uu waay ma dhul baa la isku haystay oo looga reeyay ma dhaxal hooyadu ka tagtay baa looga reeyay ma qadiyad kale lagu soo dacweeyay
وحولوه حتى وأهنتي يلنتي أجركي سك قيسي أيا وحولوه محكمة الجودة هذه وحولوه وحولين وما أنت كو خساري أو محكمة دي كحكمتي إنه هو يسوق عن تكو هيو أحبتي في الإسلام لو واقف موم علينا يساين إسكوميل جوغيان لو وضع خطان متوازيان لو خط أما لو وضع كل الدوام بالهايا بلان أرقنو قف كلو يسونا عاقة وحاجري ويل أبيه هو يدي سفي عنو صوت تربيين مركي هوري سفي عن لو صوت برباري أبيه واقيري هذي حول بضن إلهي سبحانه وتعالى باسي حوله سقايا وهري هو يدين ودعين جرتي إلهينا سبحانه وتعالى دعادي هو حوله ووسي بركي مركي ويلكي جاري حل قرصده وحو دمعين وقرصده هو يدي وحيور هذه سي بنت الحلال قبر في عنين وقرصه لكن يصور رالي كمان نقنين وحيراني كان سنة يقبر دان قرصن هو يدو رالي بيكون نقطي وحي تير هو يقبر دان ربتو قرصه وحو كان يقبر وانا قرصه دي وحي رضا الشي لبويل لبدويل آد بو جعلاضي آد بو أكريي آد بو بربارييي آد بو غرونا إلى حد وحوج على أيال ليري نفتي سوك جعليه لبداويل محار دعي ولا ليال انت كدب هو يدي وي ويناتي وحي أباهتي إن قعنت الله وقبته وحي أباهتي إن خادمت إيا قبر وأذيكت الله سمي محو سمي إلهي سبحانه وتعالى قفكا كركاركا يوهي داريي إسكرنا فريدي إنه قبر وصاقب تو أذيكته أما إسقو وأذيقه بل وحوك فكري أي وصيلة سكستو هويدي وتخلص لها الله أكبر سكستو هويدي وتخلص لها أي كفكري وحوسمي إن أقاضي أوجي دار المصنين والعجزة دتك وين ما شاء الله وها يبو هو يدي جي واس دافي هو يدي سو هالك أي كجرتو أيو مال المال ما كمل إن صاحب كي الله شيء كي سنة وحكوي لني أو إلا مال كي هو يدي أنجوري دتك وين كتوري دتك القريب والبعيد والداني والقاسي قفدو يا قف دير قف إلى بشي يا قف كستا روح كستوى إلى الدقالة يا وحال إلي هو يدى محادو قيسي هالكا ويلكي أرنتي كاللوشة كينا هي إلو ورمي وركو وقوات كاذي وحيوري نيو ما هو يدي كل شيء بلاه يدبات كاذي مساقف كالي وحيوري ما هو يدي بان كاذي وماذا في ذلك ومحاكو جبا إيادة إيا أمثالها إيادة وكالبا دولده أسامي سي قريهان قريهان إيادة وكالالو سمي ما حكوا جبنا دي أنجي وعكوير ويلكي مركواني وقلنا نصيحي نصيحة دي سوى الدين وما أقبلن وحنا يرنيا وصحب الله أذو كلا إلا ولا صاحبه عار عبء وطيب رون إسكريتري محادع ثم هذا بعد هذا أحبتي في الإسلام أنت كده محادع نينكي هو يدي ويحنون سطي guriyi daarul musinnina dadka waaweyn bay ku sii xanuunsatay kadibna waxaa loo qaaday ila mustashfa isbitaalka ayaa loo qaaday isbitaalka markii la geeyay la ahad ay zuuruha qof ku soo booqanaya male awladi si ilmihi sawran jiri aab mad hooyada soo booqatid oo u tagtid waligi ma soo ziyaranin oo ma iman wuxuu ogaaday إن هو يدي سكرات الموت كو وها يو حنون سنتاي أو آدي آد كيو دم بي يو حنون سنتاي إسو أون قف كور قباجرين فجأة أيو وطن كيو اسكي غيتاقي
سوغم مقنادو ماشا يكود منايس مركو كور هلي ولا ليال إن هو يدي أي جيريوتي أو أي دمتي أيو ودن كيكو صول لابتي لكن وصول لابتي إساقو أو غوصن أي مريه أو بيري إساقو أو غوصن أي حزنك يمركتي أو لكل مايي طيب ما حاد عيثب بعد هذا أين سهر أحبتي في الإسلام أوي سوجيت كي هويو أي هبين والبكو سوجيت جرتي أين المعاناة أو الرفات كي يدباتري أو صومرتي أين الصبر أوي صبر كي هويو لو صبر جري أين الحنان أوي جعيل كي للربي هويو إن لجعلاده مركو ننكي صولابتي ثم ماذا بعد هذا انت كدب محادعي أحبتي في الإسلام مركو ننكي يمد مال ما كدب إسوه قبره هو يدب أوسان قلل باوحا دعي لبدي سيويل جعلا مدكي وينا إنو قلو حادث مرور إنو ويلكي وينا بابور كوتي بابور كالسكور دعان ويلكي نالكي بكودنت وبعد عام واحد هل سنة كدب أيا وحال لعي ويلكي سي لباد مرض مزمنة جروينك ووين إن لقاكي عين إن يكود عين كي كلان وحال لعين ودمد الدباد دوردان وقاضو ميل والبو جيين اللي لادو وحانو هين داواء مجرى ويلكان ويلكي لبادنا وحو قاري وحلالي ويلكي ولالكي هرابو سنكا دبتك لبادي بوادنتين أبي عاقها وصهري يسوى وحيدا سند كدب يسوى كلي أبو صهري قف هيا أنجرين قف لجوغ أنجرين أدون كيبا ولا ليال كعيري ريمي يسوى أدون يدو أي أهيد واسع أي إساق عيري كن قطي حولي سيق عن طوحا كل يدد كلي أو شقالا إنه كحلام بي بلابين وحوليه كقاتان إساونا وحو قوسنا يي وحي او بيري أيو قوسنا يي ساعات كستا لحظة كستا دقيقة والبو مريسنا وحو كنولا مروق يحزن أيو كنولا أحبتي في الإسلام هذا العاق العاق لأمي قفكا هو يلي عاق كوة بل واحد اسبر برده كسميسا قصدا كلا واحد جري قبرد اخترده او مسلمات اه او اسبتالك وجوكتي واحد تري مال المال ما كميدا واحد ييمد هو يأذي يادو داوين ايو ويلي داشاي انكو قدرينو صدن جريهاي هو يدو نتضباتمي ايو كجرتي داد ايدا حدين لبالو دي ايما دين وحان اسلام مركيبه انداه كو دفتي تيري ويلك دادالك تيرو بدن او هويدي او جيرو وخه او قبانيا مرض ايو توسينيا او مريها وادرت قفكه واوين مركه كدعان بسا انت او سو قادو حجابك او سو خلينيا وحان اركه هويدي انو بيها اسو غانتا كو سينايو اي كو عبيس وحان اركه عنتدا انو اسو غانتا كو سيناي وحان ويديي hooyada oo waxaan arkay bay tiri iska soo soconaysa dhaqtaradii oo marba wax iskaga hadlayso oo wax iska sameeyso mar kacayso mar fariisanaysa waxaan dareemay hooyada aqligooda inuu san dhameystirnayn waxaan wiilka ku yiri hooyada bal ka waran aqliyan sidee tahay wuxuu yiri hooyaday yaa doktora dhaqtaraday hooyaday waagay dhalatay ba laga soo bilaabo kaanad mutakhallifa aqliyan waxay ahayd dadka aan aqliyadu sida saxda u shaqeynaynin qof iska waalan taqriiban tayib waxa ilaahay qadaray in wiilkan dhasho oo aabihi uu guursaday kadibna bil kadib bay aabihi kala tageen wiilkan bay barbaarisay yaa joogay oo dhashay wiilka ayaydii baa soo korisay iyadu waxba ma korin karin toban sano markaan gaarayna wuxuu raana gacanta ku qabtay hooyaday dhaqtaradii su'aal bay weydiisay
waxay ku tiri yaa hooyada riicayadeed iyo gacanta ayaa ku haya wuxuu yidhi aniga ayaa gacanta ku haya waxay weydiisay dhakhtaradii dabcan adaa gacanta ku haya laakiin nadaafadda hooyada yaa og yaa musqusha geeya yaa dharka u dhaqa yaa ka warqaba waxaan ii buuri uu dhaq wiilkii ku yidhi qultu laka yaa diktoora dabcan aniga ayaa gacanta ku haya hooyaday musqusha ayaan geeyaa waa u soo qabeeyaa biyuhu u siiyaa dharka ayuu u xiraa kii wasakhoobay khasaaladan ugu ridaa hooyaday aniga ayaa gacanta ku haya ayuu yidhi waxaan fiiriyey bay tiri faraheeda iyo ciddiyaheeda waxaan arkay inay nadiif yihiin oo ciddiyihii hadda laga guray waxaan idhi yaa sidan sameeyey wuxuu yidhi dabcan aniga ayaa sidan sameeyey u fiirsada walaalayaal su-aasha dhakhtaradaasi wiilka weydiisay waxay ku tiri maad khaadimad u samaysid gabar u adeega hooyada wuxuu ku yidhi doctora ummi miskiina wa akhaafu an tu'diiha shaqaala dhakhtaraday hooyaday waa miskiin waa miskiinad waxaana ka baqayaa gabadha shaqaalihii inay dhibto mana soo sheegaysa haddii la dhibo sidaas darteed waxaan ka baqayaa inay dhib u geystaan anaa marka gacanta ku haya waxay weydiisay dhakhtaraddii su-aal kale reer soo malihid wuxuu yidhi haa reer baan leeyahay ilmana waan leeyahay alxamdulilaah waxay tiri xaaskaaga ma u dhiibtay hooye marka iyadoo ha raacayso maal gacantaa ku qabatee wuxuu yidhi qof wanaagsan buu ahaa xaaskayga nafteedu howlo badan bay haysaa cuntaday u soo karisaa ilmihii bay noo haysaa gurigii bay habaysaa iyadaaban qof kale oo gabadh u shaqaysa usii qabtay buu yidhi oo hawsha la qabata tayib waxa aan rabaa waxa weeye buu yidhi hooye inaan ka warhayo calashaan assukar hooye jiray qabtaa cuntada ay cunayso inaan ogaado ayaan rabaa hooyadii caqliyan ilaan waxaan idhi sax maaha inoo caqligeeda waxbaa ku jiray wiilkeedii su-aal bay weydiisay waa su-aal iska caruurta oo kale waxay tidhi wiilkaygiiyow goormad bataadi sii soo gadaysaa waa baradhiya waxyaabaha la mida wuxuu yidhi hooyo markaan inta ka baxnaan kuu gadi doonaa baqaan ku geyn doonaa meesha laga iibsado khudaarta farxad bay la faraxday hooyadii wuxuu saasuu fiiriyey wallaahi wuxuu yidhi hooyaday se u farxayso sida aan ugu farxaayo ilmahayga saan ugu farxisi ka badan baan hooyada farxaddeeda ugu farxayaa wuxuu ahaa walaalayaal wiil baari waa dhakhtaraddii way awoodi weyday inay hadalka sii wado waxaanay soo weeraray bay tidhi inay ilintii iga timaado waxaan hore hore ugu qoray dawadii waxaana idhi orod dawada u soo iibi gabadhii neeriska ahayd baan u yeeray tiri waxaan idhi waxoogaa waxaa u baahnay inaan yar nastay albaabka ii xir waxay samaysay bakaytu min kulli qalbii waxaan u ooyay bay tiri inta awooddayda markaa albaabka markii la ii xiray inta awoodda ayay u ooyday axibatii fi lislaam haada alibnu albaar oo jannada inshaa allahu tacaala ku gelaya baarinimadiisa oo tii ay ku galeen dad badan jannada rasuulkuna markhaati iyo shahaado uga noqday bal waxaad isbarbardhig ku samaysaa midkan kaleoo isaguna caaqa ah oo hooyadii caaqa ku noqday axibatii fi lislaam nin baa hooyadii qisadan waxaa warinaysa gabadh daris la ahayd hooyada guriga ayay joogtay gabadhan iyadiyo ninkeeda iyo ilmaheeda gurigooda waxaa daris la ahaa dhul aan waxba ka dhisnayn ilaa hal qol baa ka dhisnaa waxay tiri hooyadan warramaysa gabadhan waxaan arkay fiidkiiba laga bilaabo qolkii cidlada ahaa rag badan oo marna soo gelaaya marna ka baxaaya haddii aan sii fiiriyeyna hawshu waa sii badatay waan ka shakiyey habeenkii oo dhan bay soo jeeday ilaa saacaddu labadii habeennimo ay ka gaadho markii dambe markaan baqay waxaan u yeeray ayay tiri ninkaygii iyo wiilashay wiilkeedii weynaa bay tiri bal arrintan ka wardoona haddii la aaday waxaa warku noqdo oo la keenay
نن هو يدي يجبر إلا دلته كسو عيرية قل كي يدجنايين إن ماشان ضد مسلمين أي سود جيين ضد كان جورج سو جلاية مرنا سو جلاية مرنا كبر حياة وضد ونعكسن أو هو يدا عاونا يدا ده طيب مرك أرنت خبر كي كانين جبر نن كذي وحي كطلب طي إيه أو جلو إن صوب غلون أطوا هدي أنو تجي وحي تروحان أرك جورج وهالقل وقت يحل قال وجه بين وحيد وحي حل قبوه وحل يلا برف كي قبوه ورعاي قل كي وحانر كي ميلا بلاين وكدل دلالو وهوذي يا قبوه توسو سو قلاي وحابا كسي دران قل كو حتى مسقول ملها مالن كي لبات ايام مغالا دد كي دقنا وخيارتها اي علمدي اي ائمدي مساجد او اسكال ميستيبا ويلكي اوتغي ويلكا هو يدي محوغة صوصارة قولكا ويحو يري قريغان افر كن او ريال بوجوغا او العاكتا سعوديغا افر تاكن اما يسي اما اسكالبح سبحان الله وحاوي من علماء دي وحالور ورنية وميادة اللكا بقين ورميين قفكان هو يدا عديغا هين warmiyan gurigan aabaha ka dhimanin warmiyeena dhalka wax kula hayn wafi dhaaka waqt waxa la yaabka waxa way inuu guriyo badan oo kala u lahaa wiilku qaar degan yahay qaar ijaar lagu jiray dadkii waxa la yiri warbaarinimada away hooyada loo sameen jiray wuxuu ku yiri walaalayaal arintan soo socota wuxuu yiri qofka baari ahow adigu qaado hooyadan afar kun aanigaysi وهي أرنتا لمتاي قفدها يمن يشتري أمي بأربعة آلاف ورياه يدي إيبسة أفركن وقف سبو النول هو يدي قضايا أحبتي في الإسلام كاسنا وحوها قف سبو نعاقة فشتانا ما بين القصتين قصص كوالا ليال آد بأكل فقيهين قصص كنا واقعيب وين او دين تينا كميدا واتي رسول كالويري تدكا وقصة قصص كوا اسلوب ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم كميدا اساليب الدعوة قاب كي دعوة دعو كفي دين جري طيب بلا نرقنا قصة دانكالي او اهنين بل يراه او يسوو باري هو يدي واه نين كان هو يعد الشي ابيه سوو يربو دينتي hooyadii ba soo barbaarisay markuu xogaa soo weynaaday waxa dhacay gabar meeshii biyaha laga cabbi jiray reerbaadiyaha waa taqaanaan meelaha ceelasho la isugu yimaado maalin walba markuu ceelka yimaado gabar baa dhanka kale ka soo istaagi jirtay gabadhu waxay damacday inay tajrubeyso ama imtixaan ay ka qaado wiilkan بل هو يدي سودو باري ويهيني وغاتو مكربا مسواب بين انتا سربتين سوكلا سارتو مالين مال ما كميدا سيدي مالين والبوسو استاغي سيهورتي سا ويلكي قبردي واجي على هذي يدونا واجي على هذي طبعا لكن يدو حا اوه ليي اني اوغاتو اتجابك قاتو بل انو جعيلك هو يدي ربك تاي انكالي wiilkii gabadha waa jiclaaday markay ogaatay inuu jiclaaday ayay qof dumar ah hooyo kale oo daabay u soo dirtay wiilkii waxay ku tiri waxaad ku tiraahdaa wiilka waan ku jiclahay inaan ku guursadana waan rabaa laakiin hal shardi condition hal xabay ku xiran tahay hal shardi shardiga ku xiran tahay waa maxay ما أود كره يلا إن الله نولاد وين هو يلا عيرس هو يين نجك هاي مركز ثاني جواد يجور سنيسة هو يدي كلا ويل كارين طاوش يكتي ويلكو مضح أيو روحي وحني يدارين طوان كفر سن بري جواب تيجو يمو بري مركي لجاري بيتمد هو يدي وعوت مد ويلكي waxay tiri arintii shalay aan ka wada hadalay jawaabteediisi wuxuu wiilku ugu jawaabay gabay
وكعبرايو سيدا هو يدي بارغا ووي هاي إيا سيدا هو يدي وسو كرسي إيا دباطلا وسو مرتي إيا إنينا سورة قل كأهين إنو هو يدي كتاو وميلك لو كنو لاض هو يدي كلاي الودر ويلك وقبيجي وطاتمت لكن آدي آدي وين يدحن وقبضو إني وركنا إني كفر حين أم لينيس قبضي بالله كان قبيجي بالغد الأقري مركل وأقري قبضي وحيك جوابتي هذا ما أريد أرنتني ووحي عن ربي سلام ويلك كربي سلام بياهيد وتزوجت وين قرستي وأصبحت هي التي تقوم برعاية أمي ويلك سيدي بيكو قرستي إيادان هو يدي قعانتكو قبطي وحين أغاتي إنو ويلك هو يدي بارغة سيدا الله وحن ويلالين ينا وناقاس أي تاي إيادان إنو سنهلينين بلن أي قلين نؤسن وقبحين سيدا سينا قبطي كو قرستي أحبتي في الإسلام في حين يضو dareemay soo dad badan oo hadii labada ruux ay is jecel oo mid midka kale u soo jeediyo waalidka ay naga kaxee laga yaabo inuu qofkaasi yeeli laha soo uu qofkaasi isagu wa tagin laakiin wanaagu meeshu ku jiro waa u jeeda way ka duwan tahay ahibati fil islam wa ummi hina talqani wa tudfiuni bi ahdani wa tudni sadra halhani uwaddu kull ahzani وفي صحوي وفي نومي دعائي فيه إيماني منحت الود والحب بذلت الروح والقلب ركبت المركب الصعب أزلت الغم والكربة هو يدو ولا ليال قفكم مركو لجو أحزانت إيا مركت دنبا كاتا غيسة حنونك إيا دباطة دنبا هالماما إيسا ولذلك أي أقفك وحو دريمي سعادة الراحة قول وناكسن إيا سرير لقوغلي أو آدي آد لوها بيه وحكا غفر حد بضني وين أضربته يدا آد كجيفته تاسا وحا دريمي سا شعور راحو أي كجرته سيدة في إحدى المستشفيات السعودية بلان أرقنا ويلكاس كليجي هو يدو أي دشة بلو في رسالة ولا ليال إسلا أرقتين باريغا ووها إي هو يدي قعانتا كوهاي إي ديدا إنو هبين كم مقنادو إي هو يكاله أو تدوا عرورة دشة أفر ويل يسدح قبلوت أو تدوا دي باعي كتاقين إيلو كليجي دانا صوحا داي إسبتال لدى سعودي قمت كميدا أيه هو يدني كجرتي وحيكون أولاد آلاما وحزانا مركت ربلا بيكون أولاد وحاوت مد قبر مذيعة أو كسعطة تي في سعي يضرب له يلا وريس وقاطه وحي أرنتيد أرين لوذا أجيهي أو ضد كورن كولا ورقبان هو يلا دبات ذي الرفات كايستا كودي مركي أوت مد ربطين وريس كقاطه هو يدي وافرح ذي iyadoo farax san bay soo kacday oo waliba qos leysa markay u soo dhawaatay gabadhii rabtayna wareysa ka qaadana farxadii gadaal bay u laabatay ilin bayna ku soo bedesho ilin baa ka timid gabadhii su'aasha koobaad ee weydiisay waxay ku tiri hooyo maxaa kuu dhacay markii hore waa faraxsanayd haddana ilin baad igu jawaabtay see wuxuu jiraa waxay ku tiri waxaan ku moodayay inaad gabdhahaygii tahay waxaan ku moodayay inaad qof aniga qaraabadaydii aad tahay sidaasan markii hore u farxay markaan ku ogaaday inaad ahayna murugtaas ayaa iga timid hooyadaas waxay ku jirtay isbitaalka 7 sano ayay ku jirtay tayib waxa soo booqday oo soo ziyaartay wiilasheeda mid kamidaba hal maalin soo booqday walaalaheedna hal walaal baa mar soo booqday maalin walbana waxay taagantahay albaabka laga soo galo qolka waxayna fiirinaysaa qof soo booqanayo oo u imaanaya ayay fiirinaysaa
waxaa jira gabadha khaadimada oo gabadha oo la joogto hooyada oo u adeegta gabadha ayaa u keenay walaalayaal dadka ilaahay subxaana wa tacaala subxaana yaa muqallib alquluub ilaahay baa quluubta kala duwa ilaahay baa dadka kala bedela waxaa gabadha u keenay nin hooyadii ay isbitaalka soo gashay oo qolka hooyadan keligeedii ay jiiftay iyadana lasoo dhigay oo mumaacalayho miir daboolan baa gabadhani hooyadii u keenay hooyadii waa iska miir daboolan tahay laakiin hooyadan kale miskiintaa bay u shaqaysaa raatibkii iyo lacagtii uu siinayayna wuu u laba laabay oo wuxuu yidhi laba qof maadaama odayso waxaan kaaga dhigayaa laba mushahar ayaad qaadanaysaa gabadhii baa la waraystay waxay tidhi saddex sanan anigu hadda la joogaa hal maalin baana lasoo booqday waxayna ii sheegtay inuu ahaa qofkii soo booqday wiilkeedii inuu soo booqday qisadan walaalayaal waxaad isweydiinaysaa ayna abnaauhaa ayna aqaaribuhaa ayna banaatuhaa away wiilasheedii away gabdhaheedii away qaraabadeed waxay noqdeen dad caaqabay ku noqdeen wayna ka wada dhaqaajiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa caaqi nagama dhigo walaalayaal cuquuq alummahaat waa wax rasuulku uu reebay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiiska saxiixa ana allaha inuu rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ka waramay ina allaha xarama calaykum cuquuq alummahaat wa wadi albanaat wa manci wahaat wa kariha lakum qiila wa qaala wa kahrata alsu'aali wa idaacat almaal ilaah allah subxaanahu wa tacaalaa xaaraam buu ka dhigay hooye in caaq lagu noqdo waa masale xaaraam masalada xaaraamta ee ilaahay naga reebay ina allaha xarama cuquuq alummahaat allah baa xarimay ma aha qof bini aadama inuu xarimay ma aha inuu rasuulku hadalka uu isagu leeyahay anaa xarimay muusan dhihin allah baa xarimay in hooye caaq lagu noqdo walaalayaal see bay marka suuragal ku tahay inuu qofku caaq ku noqdo biriga hooyo iyo hooyo oo baari loo noqdo jannada allah baa lagu galaa balaan aragna xaarisa bin nucmaan rawa albukhaariyu min xadiidi anas ibnu maalik rubayic bintu nadar gabadhii loodhan jiray oo camatu anas ahayd ayaa rasuulka u timid sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxay ku tiri yaa nabiy allah maad iiga sheekaysid xaarisa ninkii loodhan jiray xaarisa sahmi iyo leeb baa ku dhacay maalintii dagaalkii beder kaasuna u dhintay waxay tiri xaarisa haddii uu jannada ku jiro waan farxayaa haddii uusan jannada ku jirinna waan ooyayaa maxaa jira murug baa meeshaa taalla hadduu ilaahay qofka garamariyo meesha fiican rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yaa umma xaarisa innahaa jinaanun fi ljanna wa ina ibnaka asaaba alfirdaws alaclaa janno keliya maaha bal jannooyin baa yaalla wiilkaaguna jannada u sarraysuu ku jiraa jannada ugu sarraysa ayuu ku jiraa haada arrajul awsalahu biruhu ila aljanna waxaa jannada gaadhsiiyey walaalayaal oo jannada geeyey birigii uu ahaa hooyadii ayaa jannada geeyey caaisha radiallahu canha baa waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam baa wuxuu yidhi baynamaa ana aduuru fi ljanna anigoo jannada maalin maalmaha ka mida dhex wareegaya oo dhex socda ayaa waxaan maqlay sawta qaariin qof qur-aan ka aqrinaya jannada dhexdeeda ayaan maqlay waxaan idhi faqultu man haadaa waa kuma qofka qur-aanka ka aqrinaya jannada faqaaluu xaaritha binu nucmaan waa nin la yidhaahdaa xaaritha ninka qur-aanka jannada ka dhex aqrinaya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kadaalikum albiru kadaalikum albiru kadaalikum albiru wa xaaritha kaana baaran biummi biriga ayaa halkaa lagu gaadhaa baarinimaa jannada lagu galaa baarinimaa jannada lagu galaa xaarisana wuxuu ahaa nin hooyadii baari ayuu ahaa xibatay fi lislaam
أحبتي في الإسلام بارن ماذا جنة لوكالا عقن ماذا النار بلوكالا بلان أرقنو نين كان عاقا أوهو يدي عاقا كنقضي قصدنا أحبتي في الإسلام وحي كدع علي دول الخليج ميت كمدة أخبارتنا مالن كيه دع علي يوركا دون كوردنبا ولا كالاقاذي كل ود وحي جري من دلحيس أويميد ميلها دلحيس كاللوتاقو isoo reerkiisu la socdaan wuxuu yiri ninkii markaan meeshii imid waxa jira hooyo daaweyn oo meel fadhida dariyar ku fadhida meelaha dalxiiska loo yimaado baan u nimid maalintii oo dhan hooyadii halkii ay fadhiday ila qorraxdu ay ka dhacdo habeen baa la gaaray xilli dambe waliba noqotay dadkii oo dhan way wada tageen oo way laabteen markii la baxayay baan u imid buuri maamadii hooyadii weynayd oo meesha fadhiday waxaan ku iri yaa khaala habar yaray ama hooyo meeshaan dadkii way kala tageen se wuxuu jiraa waxay ku tiri yaa waladii wiilkayow wiilkaygii baa meeshan i keenay saaka waana iga tegay wuuna soo noqon doonaa arrin buu rabaa inuu soo sameeyo wuu ii soo noqon وعن كوري بوري يا خالة الساعة متأخرة حلق واحل دنب وحدا ماشين جوو إيمان مجرو أنكو كحيو ويدي دهو يدا وحي ترمايا ويل كي غاي إيماني وحان أركي بوري ورقب يروي قعانتا كو هايسو أو سنانو كلا هو يدو انت قعانتا وقبتا أي ورقب سلا أي سلا سو هايسو كلا إليه ده أيان أركي وحان إري hooyo warqadda ii dhiib waxaan niyada iga gashay buuri inaan ka heli doono adareyska gurigooda ama taleefanka wiilkeeda lambarkiis si aan u waco ama si aan gurigeedii u geeyo warqaddii haddaan ka qaaday maxaa ku qoran walaalayaal warqadda subxaanallah warqadda waxaa ku qoran ilaa man yacsuru calaa hada alcajuus نرجو تسليمها إلى دار العجزة وشكرا كلماتك كلياك قرا وحان كرجينينا قفك ما مضى دعلا وين قفك هلو وحان كرجينا يا إنا تقولي يدتك ووين لو طورة كطورتان وانا دمهات سنتهين انت أصور قدك قرا يا سبحان الله أو حنانك هو يا إلهي أو إن حريستي هو يأي لهاي أو الرعاية هو يلو قي سنجري سيدا سميا جواب تيد أهذا جزاؤها ما سيدا صعب المركي هو يون نقضي هذا ولد عاقنا حبتي في الإسلام بل واحد ركتا قصة أويس بن عامر القرني أويس بن عامر القرني أو رسولك كور رمي صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu ahaa nin taabici ah oo xilligii rasuulka baan soo gaadhin rasuulku wuu ka sii waramay wuxuu yidhi waxaa jira nin la yidhaahdo Aways binu Caamir Alqarani min muraadin min qarnin min alyamani ninkaasoo ka imaan doona ninkaas wuxuu yidhi Cumar bin Alkhataab buu rasuulku la dardaarmayay wuxuu ku yidhi Cumarow haddaad ninkaa indhaha saarto استغفار إيه دنبي داف إلهي إيه ويدي ده بلو فير صلاة ولا ليا قفك الله أمر أي إن وحلو عد صلاة وعمر بن الخطاب وتقرن إنسان قفك وحلو عد صلاة إن إلهي أبر ينا وقف أبن إمام بن صحابي باهين أو تابعية إلهي إيه ويدي ده إن إلهي دنبي قاعد دافه عمر وحوس سمين جري قفك استور لك يا من كي ما دبو ويدين جري أنت أويس ما أويس باتهاي وحورن جري مايا adu always miyatay maya ila maalinta u dambeysa way soo helo always miyatay ha aniga wayebu min muradin miyat ka tay qoyska la yiraado ha min qarnin ha min alyamani ha hooyo malahayd aad baar u tahay ha baras ma kugu ooli jiray oo allah subhanahu wa ta'ala ma ka dawaye ha ila meel yar oo maarta shilinka dirhamka ama kuwaadarka leeg moogi ha wuxuu rasuulka ay warramay wuxuu rasuulku ula dardaarmay
هدان كوارك دم بداف فينا إله يويدي سي الله دم بداف يويدي الله هو دم بداف عمر ويدي يي كدي من وارد قاقي عمر وحيد كالي ورقد بانكو قرية دتك قبل ما هوس يسقطه سعى ورقد كو قرة وحيد مايا إن أنا هذا دتك إسك قرصون أي إيرون أي ماركتي إجدا وحب ورقد هاي وحيد ماركتي ورقدنا هي قرينة إجدا فبيري أحبتي في الإسلام تاسوا بارين ما لو قال يجنا ذا وحضر أنت والدك رحمة دي سبهوية رحمة دي أنت عليك تا بروح أمرك إن قصة عن سيد وقته هوية رحمة دي حتى هذا الحمام قصة ما يس إن هوية كعب المرين أين كقادنين أو مارت أين وحبا أرني إن أدونا مول كا كجود سوا ما جبر هذا أي مروا بإيضو حنان يا رحمة بو إلهي كوابوري سبحانه وتعالى ساعة الاحتضار باجر طوال الليال حلي كل جين أنوال مريدون ونفط ضدك يكسو حاضر دونت وساعة أنوال مريدون أن قفك الصالحة ونأكسن يكن فاجر كاين طبا وساعة مريدون أن بقرضو يددك فقراء انتبا أي مريدون أن وساعة مريدون أن ددك ووين يددك يرير انتبا أي مريدون أن ساعة الاحتضار أبان بن عياش نليرا رحمه الله أيا وحول أنس بن مالك بن لجوغي مال مال ما كميدا أنس بن كسو تغي أني وجدك سعود وحن أركي جنازة أي أفر قف أي وضان أفر قف كل يبا جنازة قف لنتي وضا وحامري جنازة أو أفر قف كل أي وضان اللي له وين عاويا أنون الله قاضي والله قاضي وان تقني قبري وان تقني وان آسني أفرت يدي أنا قاشن كواها بويري مركان صدر الربا وحان يري محوية قف كان أفرت قف كلي أي وضان وحالي يري أنك أفرت يدا قف كاهو يدا يدا دوين أيا أنك نفت يدا إجار بانكو سعنايو لعقبان للسيي وحالي يري قف كان يأسه إبلو